ثلاثة أيام قضاها الوفد اللبناني الذي ضم نوابا من لجنة الصداقة الأوكرانية اللبنانية وإعلاميين وموسيقيين في رحاب الدولة الأوكرانية صاحبة الدعوة، وذلك بالتنسيق مع الجالية اللبنانية في أوكرانيا، حيث ازدحمت اللقاءات السياسية والاجتماعية مساهمة بذلك في اطلاع الجانبين عن قرب على ثقافتي البلدين. هذه الزيارة هي ليست الأولى، وتصب في إطار تعزيز العلاقات الأوكرانية اللبنانية خصوصا في مجال الاقتصاد، نظرا لوجود جالية لبنانية ناشطة جدا في هذا البلد ينضوي تحت جناحها رجال أعمال لبنانيون كثر. كل هالمواضيع مشان تنشيط العلاقة بين لبنان وأوكرانيا، خاصة العلاقة الاقتصادية. بتعرف في جالية أوكرانية بلبنان وجالية لبنانية ناشطة جدا، وبيناتهم رجال أعمال كبار في أوكرانيا، وبالتالي لابد من تسهيل يعني أو توثيق هذه العلاقة على الأقل بشق الاقتصادي وطبعاً العلاقاتي والسياسي حتى بين دولتين لهن لبنان وأوكرانيا. في أفكار يعني انطرحت بهذا الأمر، الأفكار بدها تروح بالاتجاهات المفروض تروح عدوم المؤسسات، معناه أنه في شيء له علاقة بمجلس وزراء، في شيء له علاقة بعلاقات أو تعزيز العلاقات البرلمانية بين لبنان وأوكرانيا. هي حقيقة مجموعة أفكار عامة لتوطيد العلاقات بين البلدين ومحاولة تحسين التبادل الاقتصادي وتعزيز تعزيز التعاون البرلماني مع فتح آفاق لمجالات أخرى من التعاون. جهود الجالية اللبنانية تثمر إيجابا هنا في أوكرانيا، فإلى كاتدرائية ألكسندر وصلت ذخائر القديس مارشربي لتبارك العاصمة الأوكرانية كييف ولتبقى ذكرى لها من قديس لبناني. المركز الثقافي الأوكراني شهد حفلا نظمته السفارة اللبنانية في أوكرانيا لمناسبة عيد مارمارون الذي تحتفل به كييف للمرة الثانية على التوالي، وقد عزفت الأوركسترا الأوكرانية بقيادة الموسيقي ميشيل فاضل معزوفات عربية وترانيم تسللت إلى دواخل الحاضرين من الوفد اللبناني ورئيس أوكرانيا السابق فيكتور ياشينكو ونواب من البرلمان الأوكراني.